طبعا عم تعترض المواطنين الإعفاءات، شو قصة الأرقام المميزة، وين صار تطبيق قانون السير بكامل بنوده، في مطالبة بعودة المعاينة الميكانيكية لكنف الدولة اللي شي وينية. يعني اليوم شو إلى الدولة بهالمعاينة وشو ما إلى طرقات لبنان تتحول إلى أفخاخ طبعا بإطفاء إشارات المرور، وهلا تبلغنا إنه بالنفعة بطرابلس ما في مازوت، شو بده يصير؟ خلونا نرحب بضيفنا اليوم رئيس مصلحة تسجيل السيارات والآليات بهيئة إدارة السير أيمن عبد الغفور. صباح الخير. صباح النور إليك ولك المستمعين. أهلا وسهلا فيك. اليوم خلينا نبتدي، ديش أثرت الأزمة اللي قطعنا فيها من كورونا من وضع اقتصادي مالي على خزينة الدولة والرسوم المحصلة؟ حكما الإقفال اللي قطعنا فيه، الإقفال القسري بمصلحة تسجيل السيارات نتيجة إذا بدك الأحداث الأخيرة والتحركات اللي صارت بالشارع، ومن بعدها فتنا على مرحلة التعبئة العامة وأقفال المؤسسات وإلى آخره، حكما أنه هيدا أدى لانخفاض ملحوظ بإيرادات مصلحة تسجيل السيارات اللي هي بتروح على صندوق الخزينة العامة. بالنسبة لرسوم الميكانيك، يعني إذا بدنا نعمل مقارنة لأول 6 أشهر من السنة 2019 مع 2020، تقريبا كان بال2019 بحدود ال130 مليار ليرة، اليوم صارت بحدود 80 مليار ليرة، يعني انخفاض أكثر بحدود ال40% وبحجم 50 مليار ليرة. بس الدولة ما بيروح عليها ولا قرش، كلهم ترجع بتحصل. طبعا رسوم السير السنوية، يعني إذا ما دفعوا بأول 6 أشهر من السنة بيندفعوا بالفترة الثانية من السنة، لأنه هيدول رسوم مستحقة. ولكن عم نحكي نحن من حيث الجباية انخفضت بشكل كتير كبير، لأنه هيدي إذا بدك، إذا كنا عم نحكي عن نقطة سلبية، في نقطة إيجابية بالمقابل لخزينة الدولة، هو الفائض يلي نعمل نتيجة الأرقام المميزة. في مثل ما كل اللبنانيين صاروا عارفين، في شيء استحدث بموضوع الأرقام المميزة، ما كان في عنا رسم لا سنوي مقطوع على الأرقام المميزة ولا عن شراء الأرقام المميزة. ابتداء من العام 2019 بآخر بتشرين 2019 أطلقنا بموجب القوانين بيع الأرقام المميزة واستيفاء رسوم الأرقام المميزة. ليش طلعتوا؟ وهيدي عملت إيرادات ملحوظة، يحكي عن 70 مليار ليرة من إجمالي 90 مليار هلأ صاروا؟ 90 مليار، 20 مليار بال2019، ومعلوماتك دقيقة اسم الله عنك ست نوال، 70 مليار ليرة بال2020. هل 70 مليار هن بيع الأرقام بحدود 58 مليار من 1/1/2020 وعشرين لغاية 30/6 بحدود 58 مليار ليرة، والبقية هي نتيجة الرسم السنوي المقطوع عن اللوحات المميزة. هيدا إذا بدك عوض الفرق بانخفاض الرسوم السير السنوية وعطى مردود إضافي لخزينة الدولة. طيب القانون اليوم عطي حسم 20% لغاية 30/6، ليش عطي هالحسم وليش بطل هلأ في حصومات على الأرقام؟ هلأ بتعرفي أنت دايما مجلس النواب بيقر مجموعة من التخفيضات، سواء على رسوم السير السنوية وهلأ حديثا على الأرقام المميزة، تشجيعا للناس لتقتني أرقام مميزة. كان في عنا فترة امتدت من بداية من شهر 3/2020 لغاية 30/6/2020، كان بإمكان أي مواطن أنه يستحصل على حسم 20% لقاء شراء رقم مميز. هيدي المهلة خلصت ب30/6، ولكن كمان من المفارقة أنه بعض الناس عم تتوجه لشراء الأرقام المميزة حتى بعد إلغاء الحسم يلي هو بنسبة 20%، وهذا كمان مؤشر إذا بدك نوعا ما إيجابي بموضوع تحصيل الرسوم. عم ينقال في ثورة بشراء الأرقام المميزة، يعني ما كنتم منتظرين هالقد، في ناس كتير عم تشتري أرقام مميزة، وكمان يعني الأرقام المميزة عم تنطرى على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض التطبيقات، هيدا ما يخالف القانون إلنا حق هيك نطرح أرقام مميزة على تطبيقات؟ حجيبك على سؤالك بشقين. الشق الأول، ليش في إقبال على شراء الأرقام المميزة؟ هيدا الشراء أو هيدا الإقبال هو بيعود لثلاث أسباب. لأنه أول شيء اللبناني بيطبعه بيحب التميز إذا بدك، وكل عمره بيبرم على الرقم المميز. بالقبل كان يروح بعلاقات خاصة، أو إذا بدك إذا كان مثل ما كان اللبناني دايما يقول إذا عنده واسطة بيحصل على الرقم، اليوم بإمكان أي شخص حتى لو ما عنده أي علاقة مع أي جهة بالدولة بيقدر يدفع حق الرقم ويستحصل عليه من دون أي جميلة من حدا. هيدا واحد. اثنين،
نتيجة الانخفاض اللي تقدم بنسبة 20%، كمان كان هذا سبب لأنه الناس تشتري هذا الرقم. وإذا بدك هون نوعا ما في ناس هي تجار الأرقام، إذا بدي أسميهم بهذا الإطار، هي كمان توجهت وشريت أرقام لحتى تقدر تبيعها للغير. بس قانونا بحق لها يعني بهالشيء؟ ايه طبعا، هو القانون صار في مطلع شغال بالأرقام. القانون قبل هذا القانون ما كان في عنا عملية متاحة لنقل الأرقام المميزة إلا بآلية شوي معقدة أنها تكون موجودة على سيارة حسب النص القانوني. نعم. ولكن عندما أتيح لكل الناس شراء عملية الرقم، ما نوضع ضوابط إذا واحد بده يجي يشتري 5 أرقام أو 10 أرقام أو 20 رقم. لازم نوضع ضوابط ولا لا برأيك؟ خليني أقول أنا برأيي ما لازم نعمل ضوابط. ليش؟ لأنه حق أي لبناني أنه يشتري رقم، وإذا كان بده يبيع هذا الرقم له حق أنه يبيعه. ولكن وين بالمقابل إذا ما في ضوابط، وين في لازم يكون في توجيه للناس. يعني اليوم انا مثل ما حضرتك تفضلتي، وهذا الشيء الثاني من السؤال، انه عم يكون في ناس عم تتوجه على مواقع التواصل لحتى تشتري ارقام. طيب انا اليوم اذا لقيت في حدا عارض رقم بقيمه 5 مليون ليره على مواقع التواصل الاجتماعي، بدي اقول له للمواطن انه بامكانك انك تتوجه على مصلحه تجيل السيارات تشتري باقل، وتشتري من الدوله دغري مباشره. كل اللي عليك انك تتقدم بصوره عن الاي دي تبعك يلي هو اخراج الايد او الباسبور، او صوره عن الهويه، هويه جديده طبعا. وبالتالي هون ساعتها بيقدر يدفع حق الرقم مباشره ويستحصل على سق التخصيص بالرقم المميز دون اللجوء الى الوسيط. نعم. هلا الوسيط هو حب انه يشتري ارقام، انا ما بقدر امنعه انه يشتري، يعني بالقانون ما بتقدر تماما. ولكن انا هون عم وجه الناس عبر منبركم انه لا، توجهوا على مصلحه تجهيز السيارات بدك وينه، واشتروا الرقم يلي انتم بدكم اياه من خلال تاكد من توافر هذا الرقم. اذا كانت قيمته تحت 5 مليون بيقدر يدفع فيه كاش، اما اذا فوق 5 مليون بيقدر يدفع قيمته بموجب شيك بانكير باسم امين صندوق الخزينه المركزي. فويس كول بناخده عن النافع. مين معي؟ صباح الخير. صباح النور، تفضل. صباح الخير اليك ولضيفك. بس بدي وجه له شغلتين حلوين لضيفك. اليوم في شغله عم يحكي عن انه الايرادات كانت ضعيفه كثير. معلش، وقت اللي كانوا مسكرين والعالم راحت مره واثنين وعشرين وخمسين، حتى الاو ام تي كان مسكر وعاملين معاينه والى اخره، دفعوهم جزا. هاي وحده. هلا اجاهم مصاريف؟ لا، ما اجا اجا. طيب دفعوهم جزا، هيدا اول وحده انه عندنا موجز. ثاني شيء، طيب ثاني شيء، اليوم اذا بده يفوت الواحد على المعاينه الميكانيكيه وتكون معه بيضه او اي شغله صغيره منزوعه، بده مليون ليره ليصلحها. بده يقول لك ما عادش بدي صلحها وما بديش ادفع ميكانيك، يا وقف له، يا انت اقبض المعاينه خيي فرد مره، تحطهم زيدهم على الميكانيك وقول لهم للي عامل 19 يشرف. نعم. يدفع ال 20 وال 21. وصلت الفكره. ويخلص من هلا بكي ويسلم بدايتك. انا بدي اشكرك، رح نحكي عنه مباشره بعد موجز اخبار 9:40. بين التغيير وحافة الانهيار، أين يقف لبنان؟ ماذا عن نزع السلاح ومعركة الإنقاذ الاقتصادية؟ ماذا عن جبهة المعارضة وإسقاط الحكومة والدعوات إلى انتخابات مبكرة؟ وكيف يقرأ المواقف الأمريكية؟ رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل ضيف برنامج بدبلوماسية مع روزانا رمال الثلاثاء 9:30 مساء عبر الأو تي في، وينقل مباشرة عبر إذاعة صوت لبنان وبالصوت والصورة عبر موقع كتائب.org. خدمات كتيرة بتوفر معها جهد ووقت مع A to Z. إدارة مباني، تنظيفات داخلية وخارجية، تلميع وتشميع البلاط والباركيه. A to Z، صيانة عامة، حراسة، أمن وحماية أفراد ومؤسسات. A to Z، تنسيق حدائق، رش مبيدات وجمع نفايات. A to Z Services، دورة شارع كرومو 01-259-259-70-341-555. طابت أوقاتكم. موجز الأخبار من صوت لبنان. مسلسل الانتحار يتنقل بين المناطق، وجديده مواطن رمى بنفسه عن جسر برج حمود.
في البقاع مسلحون مجهولون اختطفوا مواطنا من آل الحاج حسن من أمام محطة وقود يملكها في بعلبك. مجلس وزراء في بعبد اليوم وأبرز بنود جدول الأعمال استقالة بيفاني المؤجلة وورقة عودة النازحين السوريين وشؤون مالية. النفايات تتراكم في الشوارع ورئيس بلدية بيروت يعلن لإذاعتنا التوصل لاتفاق مرحلي مع المقاول يقضي بالاستمرار في لم نفايات العاصمة وتأجيل أعمال الكنس. النائب فادي علامي لإذاعتنا الأمن الصحي بخطر ووزير الصحة سيقدم في اجتماع لجنة الصحة النيابية غدا إحاطة حول أعداد كورونا وخطة دعم المستشفيات العامة والخاصة. الاتحاد العمالي العام ينتخب رئيسه اليوم وبشار الأسمر يؤكد لإذاعتنا إذا انتخبت رئيسا ستكون المقاربة مختلفة وقائمة على التشدد بمعالجة أوضاع العمال تحت عنوان الحوار. الاحتفالات الرسمية بعيد مار شربل ستغيب عن عناية هذه السنة. ميركل على الاتحاد الأوروبي ألا يوقف الحوار مع الصين بسبب هونغ كونغ. نقطة على السطر. صوت لبنان منتابع مع ضيفنا رئيس مصلحة تسجيل السيارات والآليات بهيئة إدارة السير أيمن عبد الغفور. بدنا نجاوب على المستمع، يعني اليوم سكرته وأنتي ما فيه ودفعون جزاء، شو صحة هالشيء؟ كلنا بنعرف أنه اللي صار هو كان شيء استثنائي بموضوع إقفال المؤسسات. هذا الشيء الاستثنائي أقفل الصناديق المالية لدى مصلحة تسجيل السيارات والناس ما كانت قادرة تدفع. هلا طبعا نحن بهذا الوضع منا قادرين نحن كإدارة ناخذ اجراء ونقول ما بدنا ندفع الناس جزاء، لانه هذا بحاجه لتعديل قوانين. كرمال هيك بهذيك المرحله كنا دائما عم نطلع على الاعلام واكثر من مره عبر منبركم كنا نقول للناس انه تريسوا باستيفاء رسوم السير السنويه لانه لحد ما يطلع قانون لتعليق المهل. بالفعل صدر قانون تعليق المهل قبل فتح المؤسسات، يمكن كان في فتره اسبوع بس مش اكثر وقت فتحت المؤسسات وبين صدور قانون تعليق المهل. قانون تعليق المهل هو اللي أوقف كل الجزوات اللي انعملت على المواطنين، وهذا القانون بعده سير المفعول لغاية 30/7/2020. وبالتالي اليوم المواطن يلي ترتب عليه غرامي نتيجة الإقفال يلي صار بال2019 من بعد 17 تشرين أول لغاية 30 تموز 2020، هيدا الأشخاص ما عليهم أي رسوم أي جزوات على رسوم الميكانيك. هيدا توضيح كمان بالنسبة للمعاينة، يعني عم ندفع أمواله بسعره بالدولار وإذا يعني تربيعة رايحة أو شيء، طب يوم ليه ما بيكون كله مع بعض وندفع معاينة وأضرار مع بعضها؟ المعاينة الميكانيكية هي إذا بدك هو تأكد من سلامة المركبة والتأكد من صلاحيتها قبل استيفاء رسوم السعر السنوية. هلا طبعا نتيجة فرق أو أزمة صرف سعر الليرة والدولار وإلى آخره وغلاء القطع الغيار، هيدا عمل عائق إضافي عند الناس. كرمال هيك معالي وزير الداخلية عم حاطط هذا الموضوع من ضمن الأولويات، وهو عبر عنا على أكثر من وسيلة إعلامية لكيفية إيجاد حل لهذا الموضوع. بس ولكن لو كان الموضوع هو بقرار وزاري كان الموضوع أهين بكتير، ولكن المسألة تتطلب تعديل القوانين. هلا حديثا بدأ وقت لأنه بدأ قانون. منشان هيك يعني اليوم أنا سمعت أنه مجموعة من الناس عم تناشد معالي وزير داخلية بهذا الموضوع. طبعا أنا ما بدي أكلف نفسي أني أحكي عن معالي الوزير، ولكن بدي أوضح مسألة معينة كونه أنا من صلب الإدارة وبعرف أنه هيدي الأمور معالجتها لا تتوقف على قرار يصدر عن وزير الداخلية، إنما بموجب قوانين تصدر عن مجلس النواب. أخيرا تم استحداث لجنة مؤلفة من رئيس مجلس الوزراء ووزارة الداخلية ووزارة المالية مندوبين عنا، وأنا كان لي شرف أن أكون بهذه اللجنة. هتطلع بتوصيات قريبة بإذن الله لوضع حد لهذه المسألة. وزير الداخلية السابق أنه هذا المشروع أخذ قرار أنه فينا نعمل معاينة يعني طبعا بدون ما ندفع ميكانيك. صحيح، هذا الإجراء وقت هذا الإجراء انعمل استثنائي لمرحلة معينة وخلص بعد انقضاء مهلة معينة. طبعا هذا التدبير اليوم منه مطروح بنفس الصيغة لأنه تم الطعن فيه بمجلس شورى الدولة بوقتها، وصار في عملية استفهام حول قانونية هذا
التدبير، إلا أنه هذا تدبير كمان ما ننسى أنه بوقتها كان تدبير استثنائي ويلي هو ريح الناس نتيجة أزمة كمان كنا موجودين بوقتها. طبعا اليوم أكيد رايحين على حل بموضوع المعاين الميكانيكية. شو الحل يعني مين؟ اليوم في أول شيء مطالبة باسترداد المعاين الميكانيكية للدولة، ما هي المعاينة ملك الدولة، المكانات ملك الدولة، شو يعني استرداد فيها؟ خلينا ناخد اتصال ونرجع للمعاينة الميكانيكية مع أنه بعد ما خلصنا عن الأرقام. نستقبل اتصال، مين معي؟ بونجور. بونجورين، تفضلي. ليس أنا بدي أقوله أنا بأي سيارتهم سرقت، هيدي من شي 5 سنين. نعم. بقى رحنا نحن دفعين تعرف الميكانيك وكل شي، رحنا لنشيل عن السير لأنه نرفع المسؤولية. بدفعوك الميكانيك طبعا سنت البعده، ما السيارة مسروقة حسب حسب القانون يدفع عن الرسم. هذا القانون. خليني أوضح لك ستنا، أنت سألتي وأنا واجباتي إني أوضح لك. إيه إذا انسرقت السيارة بيتم استيفاء رسوم السير عن السنة اللي تمت فيها السرقة والسنة اللي تم توقيفها عن السير. يعني إذا انسرقت بال 2015 وعم يتم توقيفها عن السير بال 2020، مجرد ما يقدم مستند ثبوتي عن سرقة السيارة يعفى من 16 17 18 19، وبيدفع ميكانيك أو رسوم السير السنوية عن عام 2015 و 2020. نعم يعني بس هي عم تقول غير هيك انه ما صار. لا اذا صار غير هيك خلي تتوجه تتقدم مراجعة بمكتبي وانا بعالج المسألة. بتكون ما عندها مستند اثبات او ثبوتي بيثبت انه السيارة تم سرقتها بالسنة اللي هي عم تحكي عنها. على كل حال بدي اذكر الاصدقاء المستمعين في كثير عندهم مشاكل يعني بهالاطار وغيرها بموضوع النفعة على ارقام تليفونات صوت لبنان 01-205-511 01-325-555 خلوي 76-611-005 وعبر الواتساب على 76-611-001. اليوم في مطالبة باسترداد المعاينة الميكانيكية، شو يعني استرداد؟ ما انتو بتملكوا المكانات وكل شيء بس في الشركة مشغلة وانتهى العقد معه. طبعا الكل صار بيعرف انه الشركة انتهى عقدها بشهر 6 2015، بنهاية شهر 6. هلأ من وقتها لهلأ مجلس وزراء ما جدد هذا العقد، إلا أنه نحن اليوم ضمن منطق استمرارية المرفق العام، ولأنه ما عندنا إمكانية أن نستوفي رسوم السير السنوية إلا ما يكون في معاينة ميكانيكية، هذه الشركة بعدها مستمرة لغاية اليوم. هلأ اليوم طبعا مطلب إعادة هذه الشركة أو إعادة هذا القطاع لكنف الدولة، هذا مطلب يستوجب مجموعة من الإجراءات وتعديل القوانين، منه مسألة إعادة توظيف الموظفين الموجودين اليوم بالوقت الحالي بالشركة خاصة واحتضانهم تحت كنف المؤسسة العامة أو إدارة الدولة، وبحاجة لمجموعة من الإجراءات المالية لتأمين بدائل لعملية تشغيل وصيانة واستمرارية هذه المحطات. طب أنتوا ما عندكم إمكانية أنكم تشغلوا يعني المعاينة؟ انه ما عندكم القدره تشغلوا بوقت المعاينه تاريخيا هي بايد هيئه اداره السير، والاكثر شيء صار يعني عملوا معاينه بشكل جديد، يعني انه ليش لا اعادتها لكنف الدوله هي احدى الخيارات او الحلول المطروحه، ولكن مثل ما قلنا تستوجب تعديلات في القوانين يلي نحن موجودين. هلا انتم مش بايدكم هي؟ لا بحاجه، هذا بايد مجلس النواب. نعم. لأنه اليوم أنت بتعرفي مثلا منع التوظيف بحاجة لقرار لكسر هذا القرار يلي وقتها من سنتين طلع قرار بمنع التوظيف، وبالتالي اليوم أخذ هذه الموظفين على ملك هيئة إدارة السير يستوجب تعديل هذا القانون. لوضح النقطة، يعني في شيء اسمه استرداد؟ ما يعني أنتوا عم يعني في شركة عم بتشغل وهي كل المكانات لإلكم يعني وتابعة لإلكم، في شيء يعني اللي عم بيطلبي باسترداد الدولة، هذا شيء أمر صحيح؟ هو إذا بدك جهوزية الدولة لتشغيل هذا المرفق. نعم. نستقبل اتصال، مين معي؟ بونجور. بونجورين. بدي ازعجيك الارقام المميزه بعدها لاخر الشهر لحال 20% الخصم. لا لا، ال 20% الحسم انتهى ب 30/6. معنا لاخر الشهر داخلي؟ لا لا. دكور، واذا فيك تعطينا هيك كيف فينا نجيب الاسعار، من وين بدنا ناخذهم؟ فيك تفوتي على موقع على الموقع www.tmo.gov.lb من حط الرقم وقديش السعر. يا هلا. نعم. اليوم يعني بالنسبة للمعاينة دايما في مطلب من اتحادات النقل حرصا على مصالح الموظفين بالمعاينة، نعلن يعني اليوم قدام الرأي العام انه نحن امام مركز ما له مسوغ قانوني كمؤسسة وليس كعمال وموظفين، صح الكلام؟ هو ضمن استمرارية المرفق العام. نعم. مش اكتر.
مش أكتر. صحيح. نعم. طيب اليوم للأرقام، اليوم في بروجرام عاملينه للدفع، يعني في مثلا أرقام 150، في أرقام تدفع عليها 300,000 يعني. طيب اليوم شو القصة؟ في نمر 6 أرقام ما بيندفع عليها وأرقام حلوة، شو المعايير اليوم معتمدينها ب يعني دفع للأرقام؟ نحن بقانون موازنة 2019 تم تصنيف الأرقام، وضع رسم سنوي لكل رقم وتصنيف هذا الرقم. نعم. لأنه بمجلس النواب تم إدخال بعض التعديلات على هذه الأرقام وإعادة تصنيفها عن جديد. نعم. هذا التصنيف إذا بدك بمكان ما يعني في بعض الناس اعتبرت أنه منه كتير دقيق، وبعض الناس اعتبرت انه في مبالغه ببعض الارقام، خصوصا انا عم بحكي على الارقام اللي هي 6 أحرف الى اخره. نعم. وبشكل عام اعتبروا انه اليوم خلال الممارسه عم يجينا مجموعه من الشكاوى من الناس انه ليش هذا رسم 300,000 وليش 450,000، وبشكل عام اعتبروا انه هذه الرسوم هي مبالغ فيها نوعا ما. هلا معالي وزير الداخليه من بداية استلامه لمركز وزارة الداخلية وتشكيل الحكومة، بأول اجتماع حصل مع المعنيين بهيئة إدارة السير طلب لنعمل دراسة لإعادة النظر بهذه الرسوم. نحن من فترة قريبة كلجنة، وأنا كنت أحد الأشخاص الموجودين بهذه اللجنة، رفعنا تقريرنا بهذا الموضوع لإعادة النظر بكافة الرسوم المتعلقة بالرسم المقطوع. بس أي متى بدها تصير واقع؟ في ناس لازم يدفعوا هلأ يعني. هيدا إذا بدك بعد، أكيد ما فينا نمشي بهذا الموضوع إلا بعد موافقة وزارة المالية وعرض الموضوع على مجلس وزراء والذهاب إلى مجلس النواب. أو لك بيصير في مفعول رجعي لإلون؟ لا، هيدا بيصير. نحن إذا بدك المقترح يكون من العام 2021. نعم. يعني هلا عليهم انهم يدفعوا بال 2020. ما فينا نطلب من الناس تتريس عن الدفع، واخر شيء ما بنعرف هذه الامور لوين بتوصل. كرمال هيك التطبيق هذه المساله ان شاء الله بتكون ابتداء من العام 2021، ويكون في اعاده نظر بكافه الرسوم المتعلقه بالرسوم الارقام المميزه. احمد هولندا تفضل، شو سؤالك؟ صباح الخير. انا ما عندي سؤال، عندي مداخله، عندي نصيحه كمان، معلش بس افتحوا لنا صدركم شوي. بالنسبه للمعاينه الميكانيكيه اللي انا دائما كل فتره بيستوضح لي انه المعنيين بلبنان الخبره تاعتهم تقريبا منعدمه. بالنسبه للميكانيك معاينه الميكانيك بلبنان، شغالين حالهم الدوله، مكلفين حالهم مليارات تيعملوا اسم ميكانيك، وعاملين لي اسمين ثلاثه عايشين على العالم، موجعين راسهم موجعين راس العالم. في طريقه معتمده بدول العالم كلها، بعتقد السياسيين اللبنانيه والمسؤولين اللبنانيين بيطلعوا لبرا بس يتصوروا مش يشوفوا كيف العالم بيشتغل. هي شغله بسيطه، لازم يكون في من قبل الدوله كراجات ميكانيك حيالله ميكانيسيين سيارات، بحب يكون يقدر يعاين، هو بيقدر يقدم وراءه للدوله، يعتمد من قبل الدوله. بلبنان في اكثر من 5000 او 10000 كراج ميكانيك، حيالا ميكانيسيان بالمنطقة عندك بمنطقتك بيقدم وراء للدولة انه انا مسعد نعمل ميكانيك للسيارات. نعم. بيعمل امتحان بس الكورس البسيط اللي هو لفحص الغاز والفريم، وبكون عنده هو مكنة لفحص الغاز والفريم بالسيارة للسيارة، وهالشكل بكون الجراج يتسجل عند الدولة بالميكانيك، بيصير الجراج يدفع من ضريبة. لانه انا بتحديك انه يكون في جراج ميكانيسيان بلبنان، في لبنان بيدفع ضريبة. هيك كل جراج بيسجل حاله بالدولة اللبنانية بالنفع اللبنانية انه انا ميكانيك سيارات وبقدر اعمل ميكانيك، بيصير يدفع ضرائب اخر السنة للدولة كمان، وهيك بهالشكل بكون خفف ضغط على البطل. ما بقعد بدنا معاينة ميكانيك محلات لمعاينة ميكانيك، بطل في شركات وسيطة تسوق العالم، بصير هو انت تروح على منطقتك، انت ساكن ببرج حمود، بتروح على برج حمود عند جراج سيارات يكون معتمد من قبل الدوله للميكانيك، بفحص لك سيارتك بيعطيك اوكي، بدا تصليع بصلح لك اياها مباشره، هو بيعطيك هو موعد، ما بتقعد توقف في الصف، ما بتقعد توقف في الدور، ما بتقعد تعطل شغلك. نعم. وبهالشكل بكون الدوله لمت مليارات دولارات من وراء الضريبه اللي بده يدفعها هذا الجراج المعتمد بلبنان، لانه اذا عسبت انت بس في 5000 جراج بلبنان، خلي يدفع كل جراج بس بديلك انا 5 مليون ضريبه بس عن عم تدخله الشهري، عم تدخله السنوي 5 مليون للدوله ضريبه، ضريبه الدخل بتعدك، شوفي كم الف مليار ليره بيفوت على الدوله، على الدوله اللبنانيه، بس الدوله مضيعه حالها مليارات، عم بتكلف حالها مليارات حتى تعمل وسايط بين شركه وشركه ويقدروا يسوقوا بعض ويستفيدوا من بعض، وتركين على المواطن بوقفوه الصف بوقفوه الدور. يعني انا بستغرب من هذا السياسي اللبناني لما يجي على اوروبا
كيف شو بيجي بيعمل باوروبا؟ الصيني والياباني بيجي على اوروبا بصير يصور شوف شوف شو في شو في تحديث شو في شغلات محدثه. اللبناني بيجي هون على النايت كلاب وبيعمل حاله بيجي عم بفل السياسي والمسؤول اللبناني. نعم شكرا. شوف شو الكذاعات عم تشتغل. نعم شكرا لك، اهلا وسهلا فيك. وصلت الفكره احمد، شو عندك تعليق؟ لانه عندنا اتصال اخر، خلينا ناخذ ونعلق على الاتصالين. مين معي؟ بونجور. بونجورين. مواطن. تفضل. يعطيك العافيه. شكرا لك. من شي 10 سنين انا شاري فان، اثنين فان، وكان طلعون احنا بالشمال طلعون الفور وقت هاودي هم كانوا هجاز بس طلعون على المصالح يعني على المؤسسات شرعون وطلعون وخدنا منه اشترينا منه اثنين رحنا سجلناهم شرعي وكل سنة عم نفعله ميكانيك طبيعي. سنة 2019 بيطلع قرار انه لازم نسكر لهم الجوانب والاجاز. رحنا تنسكرهم يعني اول شيء بدها تبهدل السيارة بتطلع منظرة بشع وما بعرف ليش هذا القرار، وبالتالي تسكيرهم شي 250 دولار على الدرج. نعم. فصرنا من النوم مدفعنا والسنة مدفعنا ناطرين فنشوف ليش طلع هالقرار. يعني صرنا 10 سنين عم ندفع ميكانيك طبيعي فان هو للمؤسسة والمؤسسة الشرعية وكل شيء. نعم. ليش طلع هالقرار؟ وعلى في كثير مثلي يعني مش وحدة. ما في شيء طلع بال 2019 قرار بهذا الإطار إلا أنه اللي صاير أنه اليوم نحن بمرحلة من المراحل كان في بعض الأشخاص بيعتبروا أنه بيقدر يسجل آلية منا مستوفية كل الشروط، من نحن عم نتشدد بهذا الموضوع لحتى ما يكون في سيارات مسجلة بفئة الشحن الخصوصي وهي ما تكون من ضمن فئة الشحن الخصوصي. نعم. وبالتالي هذا تشدد لتطبيق القوانين. نعم. تسجيل السيارات ليش بعد الكلفة عالية؟ تسجيل السيارات إذا بدك نحن نعتمد على معايير معينة موجودة حسب القوانين. نحن اليوم بالمرحلة الأخيرة من حوالي سنتين بلشنا بإعداد دراسة لإعادة وضع معايير جديدة كليا بموضوع تسعير السيارة. هيدي نحن قطعنا إذا بدك أكثر من 95% من هيدا الموضوع، بقي عندنا فقط 5%. وإن شاء الله بس في ناس عم تدفع وعم تتكلف وبعدنا ناطرين تغيير. ست نوال، أنا هلا عم بعلن عن منبرك إنه نحن قطعنا 95% من هالموضوع. في قرار مشترك صار بين وزارة الداخلية ووزارة المالية. نحن من فترة كتير قريبة بعتنا هذا المشروع القرار المشترك عند الوزارات المعنية للتوقيع عليه والبدء العمل فيه، وإن شاء الله قريبا حيكون العمل فيه. وهذا بيعمل نقلة نوعية وجذرية بموضوع تخمين السيارات يلي بتم على أساسها استيفاء رسوم التسجيل، وهذا إن شاء الله حتكون بشرة لكل اللبنانيين. في عندك أرقام مثلا 888 لنخلص ملف الأرقام و777 هودي بدوله يعني بدخلوا مردود للدولة المفلسة، ليش ما بتعملوا اليوم مزيد علني عليها؟ في شيء جديد بهالإطار؟ نحن بموضوع الأرقام نحن بنعرف أنه كل الأرقام هي معروضة للبيع إلا الأرقام يلي هي مصنفة إذا كانت مكررة أو رقم والبقية أصفار مثل ما تفضلتي حضرتك. إذا كان XXX نعم. وبالتالي هيدا الرقم أيا يكون تصنيف أيا يكون 777 أو 88 أو 666 إلى آخره، هدول بمزاد علني. وطبعا إن شاء الله نحن يعني بمرحلة الجاية حيكون في عنا طرح أو حينعلن عنه بوسائل الإعلام لما زاد علني حتى الأشخاص اللي الأسبوع المقبل؟ لا مش الأسبوع المقبل أكيد، بدأ إجراءات وإعلان أقله 15 يوم قبل الإعلان عن طرحهم بالمزاد العلني. طبعا في مجموعة من الإجراءات عم تستكمل وإن شاء الله قريبا يعني بيتم تحت رعاية معالي وزير الداخلية. نعم. خلينا ناخذ فويس كول 707 رقم بينتهي. تفضل مين معي؟ الو بونجور. بونجورين تفضل. انا بررت الموضوع كله هذا، بس انا بدي اتشكر الست المحترمه سيدي عرب. شكرا لك. وكمان على وقت جنبي امبارحه وشكرا. وبدي اتشكر الست اللي كانت متابعتني بشركه الميدل ايست. نعم يعني هيدا موضوع خارج عن ارادتنا ونحن بنتشكرها لزميلتنا سيده، بس انا بدي ملفي عن السير لانه رح ينتهي الوقت. انا بس ما علقنا على الشخص اللي حكي عن موضوع الكراجات الميكانيك. انا بدي اقول انه في مجموعه كبيره من الطروحات، ما بدي افوت هلا بغوص بكل طرح لانه كل طرح له ايجابيات وسلبيات وله وجهه نظر مضاده، ولكن بدي اقول انه هيدي الحلول كلها سوا حتكون امام نقاش واسع ان شاء الله بالمرحله المقبله يلي هي مرحله قريبه لاخذ كل هذا. وما ننسى بس نحن شغله انه نحن اليوم وصلنا لهون لانه نحن من خمس سنين بلشنا بمشروع
يكون عندنا 17 مركز اضافي ونعمل كل الاجراءات بوقتها، ولكن توقف هذا المشروع نتيجه اعتراضات وتوقف هذا المشروع كليا. ولكن نحن كاداره كنا عم نعمل كل واجباتنا بهذا الاطار، ولكن اوقات بيكون في مسائل معينه بتكون هي اكبر من الاداره وهذا بيعرق الاوقات. طيب هل الاكبر من الاداره ما في كافيتيريا يقعدوا فيها العالم لا يعملوا معاملاتهم بالنافعه، دفع عن الصناديق، الناس فوق بعض البعض، ما عم بيحافظوا على التباعد الاجتماعي؟ ليش عاملين صناديق مثلا يعني هيك مع بعض البعض حتى يخلصوا الناس المعاملات؟ ليش حصرينا كلها بطابق واحد؟ خليني أقول لك شغلة، هي مش محصورة، لا مركز نافعة كبير وبيستوعب الكل، بس ما تنسي شغلة، اليوم نحن من 15 سنة كان عدد الإليت بلبنان 600 ألف مركبة، اليوم قطعنا المليونين مركبة، وبالتالي كمان عدد المواطنين وعدد المعاملات ما في استراحة للناس، يعني بيروح المواطن بيتبهدل لا بالعجقة وما في تباعد اجتماعي ولا في احترام مثلا. ستنا نحن دائما يعني العجقة عم تكون موسمية، يعني اليوم نحن لو ما كان في عنا اقفال قصري لمدة تقريبا اشهر ما كنا اليوم عم نشوف العجقة موجودة بالوقت الحالي. لو كانت الامور طبيعية اكثر خلال السنة ما بنوصل للعجقة الا بالاوقات الذروية اللي بيكون في عنا اعفاء بفترة معينة على غرامات الميكانيك. هون فتحتي لي كمان هيدا الباب لوضح للناس مسألة الاعفاء على الغرامات الميكانيك. اليوم مثل ما قلنا انه في عندي انا ب 30/6 خلص الاعفاء على 20% على رسوم السير السنويه، ولكن ل 30/7 كل الاعفاءات المتعلقه بالرسم السنوي المقطوع على اللوحات المميزه هو بيمتد ل 30/7/2020. يلي عنده لوحه مميزه وما دفع على رسوم السير السنويه بعد والرسم المقطوع ما بيدفع لي اي غرامه لحد 30/7، من بعد 30/7 حيرجع يبلش عداد الغرامات. انما رسوم السير السنويه اللي هو الميكانيك في عنا الاعفاء هو بنسبه 85% على تلك الغرامات، وهيدا حيمتد ل 4 أيلول 2020. لكن عندنا مسألتين العلاقهم بالآفة حأرجع عيدها لأنه هذه مسألة أساسية بالنسبة للسير. بالنسبة للراحات المميزة الرسم المقطوع السنوي هو ل 30/7، أما رسوم السير السنوية أو بين قوسين الميكانيك هو ل 3 أيلول آخر يوم لا بيستفيد من هذه الإعفاء على نسبة 85% من الغرامات. مشان هيك هيئة إدارة السير تمنت على المواطنين، عم نحكي عن أيار تريس بتسديد رسوم السير السنوي بوقتها لتعليق المهل، وهذا تم تعليق المهل. نعم. طيب اليوم في اتصالين بناخذهم، مين معي؟ مرحبا. صباح الخير. صباح النور لك ولا ضيفي. ايه تفضلي. نوال جبتيدي، هل يا ترى سنة الماضية أنا دفعت الميكانيك مني عارفة إنه في 300 طالع علي لسيارتي، حطوا لي جزاء، وهالسنة حطوا لي جزاء من شهر 3 لازم تدفعي. طيب ما كانوا عم يجددوا لنا مشان كورونا والبنوك مسكرة، كل شوي يجددوا أسبوعين، ليش بدنا ندفع؟ طيب هلا هيدا اللي قلته من شوي انه ايه؟ ما في غرامات لا على 2019 ولا على 2020 ايه؟ عن الرسم المقطوع عن اللوحات المميزة لغاية 30 تموز، من هلا ل 30 يعني فينا. نعم فيكم تدفع. صحيح تفضلي. ايه؟ عم بيطلع علينا مثلا كل واحد عنده سيارة جيب ان كانت صغيرة ولا كبيرة 300 ألف، هيدا له على الرسم المقطوع على اللوحات المميزة بيلحق تصنيف الرقم وليس السيارة. نعم. وأنا برجع بدي أكد على نقطة حكيت عنها من شوي، ابتداء من العام 2021 إن شاء الله حتكون الرسوم منخفضة أكثر لأنه عم ينعمل إعادة نظر بكافة الرسوم. كمان اتصال، مين معي؟ ألو صباح الخير. صباح النور تفضل. ستنا أنا بدي أعقب على الشاب اللي اتصل بخصوص الجراجات. نعم. أنا بأيده مليون بالمية، قد ما كان في ثغرات طفيفة. ثانيا الغاية والهدف من إنشاء هالمراكز المعينة شو؟ أما كل عمل كل له غاية وهدف. الهدف انه السيارات تكون نظيفه للامانه، بس هيدي مش عم نشوفها على الطرقات، وكان بدي وجه السؤال يوم المعين مش عم نشوفها يعني برنا ربك هذا اللي بدي احطه يعني سيارات بتدخن، سيارات بلا اضويه، سيارات طب شو قصته؟ خلينا نتاكد انه هيدي السيارات اذا كانت عم تعمل معاينه ايه او لا. بعدين في شغله بس كنتين ما وخلص، بعدين في شغله انا من الاشخاص ما بدي ادفع ميكانيك لانه بقتل هم الروحه على المعاينه، بس في جراج حد مني بيأمني وبيخصموا اليمين هودي الجماعه وخلص مثل غيره. روحي على بقيه المناطق يا ست وتشوفي انا السيارات اللي بالمره بيمرق حق قوى الامن، شو يا حاج كيفك؟ ما حاج متقاطع مع حدا. انا بدي استعير هدف منها جمله
على معالي وزير الداخلية على احدى القنوات التلفزيونية من فترة اسبوعين انه هذا الموضوع حيكون في معالجة له، واقلها حيكون في تعليق لمدة سنة على الاقل. في معاينة بالحدث بنرجع بنعينها بالنايف على نسجلها، معقول يتبهدل المواطن معاينة مرتين واللي بده يعاين السيارة؟ ليش ما بيندبجوا مع بعضهم البعض؟ ان شاء الله اذا صار في عنا مراكز جديدة وحل بموضوع المعاينة الميكانيكية حيكون في عنا هذا الموضوع، حيكون في حل لهذا الموضوع. انما مسألة اليوم بالوقت الحالي المعاين اللي بتنعمل بالحدث لتأكد من سلامة المركبة، إنما بمصلحة تجهيز السيارات هو لأخذ البصمة. طيب ليش ما بيكونوا مع بعضهم؟ دي صار في مطالبة بهالإطار، رقم الهيكل والشاسية دائما بتكون بدائرة الميكانيك حسب مهام مصلحة تجهيز السيارات لنتأكد من هوية السيارة. نعم. قبل تسجيلها. اتصال، مين معي؟ صباح الخير. صباح النور، تفضل. بدي صبح عليك أستاذ أيمن عبد الغفور. تفضل. بدي أهني على عمله الجيد والرائع بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، بس بدي ألفت له نظره أنه في صبايا الحلوين اللي عنده بمكتبه بس يخبرهم أنه هودي المواطنين اللبنانيين جين يدفعوا المستحقات اللي عليهم، جين يعملوا معاملاتهم بس هيك. شكرا لك، أهلا وسهلا فيك. شو قصة الصبايا الحلوين؟ ما بعرف إذا كان قصده بالموجودين من نافع موظفين. هلا أنا ما بدي أعطي مبرر للموظف، بس الموظف دايما عم يكون تحت ضغط كتير كبير نتيجة المعاملة، يعني بس طبعا كل أكيد أكيد، ونحن دايما تعليماتنا أنه يتعاملوا مع الناس بكل لطافة. وبيعرف الأستاذ إذا كان قصد شي مرة مكتبي أنه مكتبي مفتوح لأي مراجعة ولأي شكوى، وما بنقبل أي مواطن إلا ما يأخذ حقه، ويكون التعامل غير انه حق المواطن ياخذه، كمان التعامل يكون بلا باقة مع كافة المواطنين. فويس كول، مين معي؟ صباح الخير. الو الو الو، صباح. تفضل اذا سمحت. الو، صباح الخير. صباح النور، تفضل. انا بس بدي اسال للاستاذ ايمن انه المعاينة هي لسلامة الآلية، صحيح؟ نعم، لسلامة الآلية بس تمشي على الطريق. طب نحن عم نعيم بزحله، عم نحط دم قلبنا وعم نطلع على طريق بحر البيدر، عم نعوف حالنا، يعني بتعيني من، يعني اذا بتعيني السياره خلال 24 ساعه بترجعي بتاكدي على معاينة السياره تطلع 1% فيها سلامه، يعني الطريق يعني الجوره ارتبطت بالدولاب، الله وكيلكم، يعني لزقت الجوره بالدولاب نمشي. نحن معنا بنات عمومي، يعني عم نطلع دم قلبنا لنعيم. انا لاحظت اليوم انه 90% من وصلت الفكرة، شكرا لك. 90 أو أكثر من 90% من مداخلات الناس اللي علاقة بالمعاينة الميكانيكية. نعم، هذا الموضوع هو، أنا ما بدي أسبق على تصورات، بس كان لازم ينعمل من قبل. كل شيء في تأجيل. هلا إن شاء الله، ما ننسى نحن صار لنا سنة عم نمرق بظروف استثنائية وإلى آخره، بس هذا الموضوع مثل ما قلت لك إنه في لجنة قريبة حترفع توصيات بهذا الموضوع، ويكون إن شاء الله في حل جذري لكل النقاط اللي عم تنعطي منها الناس. شو قصة إشارات السير؟ لا في إشارات مثل الخلق، ولا في قضية مثل الخلق، يعني في قضية بتشتغل، في قضية ما بتشتغل، في قضية على الأصفر. شو مين يعني اليوم وين بيت القصيد؟ شو المشكل بينكم وبين بلدية بيروت أو محافظة بيروت؟ مين مسؤول عن هالقصة؟ حطيت إصبعك هلا على الجرح. اليوم نحن بنعرف انه اشارات السير الضوئيه هن بعهد هيئه اداره السير من 2008 تقريبا، من 2008 ل 2020 ولا مره تعطلت اشاره الا ما كانت تصلح خلال 24 ساعه. مش لانه هيئه اداره السير نشيطه وعم تتابع عملها، مش بس هيدا النقطه، لا، بس لانه كان عندها امكانيه ماديه انها تغطي كل الاعطال اللي كانت تصير، وكان التمويل مأمن نتيجه البارك ميتر. عائدات بارك ميتر كان يندفع منهم كل شيء له علاقة بصيانة البارك ميتر وتأمين نفقات وأجور عمال البارك ميتر، والجزء الفائض اللي كان موجود كان يروح على إشارات السير الضوئية وغرف التحكم المروري وإلى آخره. طيب شو صار بهالقصة؟ هلا من فترة 3 سنين بلشت إذا بدك الخلاف نحن ومحافظ مدينة بيروت السابق، إنه أنا بدي إيرادات البارك ميتر لبلدية بيروت ومش لهيئة إدارة السير. رحنا مين بيصلح منه؟ اللي بيصلح واللي بيعمل. هلا هل هن يعني إذا بدك لازم ياخذوا الإيرادات؟ كان المطلب إنه ياخذوا مشروع البارك ميتر، مش كل شيء إشارات ويغيروا، لأنه النصوص واضحة بالنسبة لنا إنه الإشارات الضوئية هي لهيئة إدارة السير، حتى البارك ميتر من وجهة نظر الإدارة هي لهيئة إدارة السير، لو إنه في نزاع قانوني وقضائي على هذا المسألة. في دعوة على الهيئة. صحيح، وبمجلس الشورى الدولي رد الاعتراض المقدم من
بلدية بيروت والمحافظ بمرحلة لاستعادة هذا المرفق. ولكن اليوم نحن ما بدي أرجع كتير لورا، بس هلأ في مشكلة، المشكلة بالبلد وعم بتسبب حوادث. يعني باختصار المشكلة لن تحل مشكلة إشارات السير الضوئي إلا بعد تأمين إيرادات لتأمين هذه الصيانة. إذا ما عندنا إيرادات لصيانة الإشارات السير الضوئية للأسف، وأنا يعني نحن كإدارة حذرنا من هذا الموضوع من أكثر من 4 أشهر، أنه إذا راح مشروع البارك ميتر للبلدية دون تأمين بدائل حيكون في عنا هذه الإشكالية. هلأ اليوم طبعا هذا الموضوع يعني بمعية معالي وزير الداخلية والمحافظ الجديد القاضي مروان عبود، بنتأمل أنه يكون هذا الموضوع هو ليش عم بينقال انه هيئة ادارة السير الى دور بحرمان البلدية من العائدات. هو تقلك شغلة، مش حرمان البلدية من العائدات، البارك ميتر بيطلع عائدات. اذا بدك بشكل سريع تقريبا بحدود 10 مليار ليرة سنوية. هلأ البارك ميتر هل قد بيعطوا بالسنة سواء عنا ولا البلدية ولا بأي محل تاني، هل قد إيراداتها؟ إلا إذا فكرنا كيف بدنا نزيد، بس موضوع نزمن ليش ما نحلها هلأ في عمير الحكي عن شهيد عم الإيرادات صح. هل 10 مليار بنسبة 50-60% هي للبارك ميتر لصيانة وتشغيل إشارات، وال40% الباقيين هن 30% لها علاقة بإشارات السير الضوئية لتأمين بحدود 3 مليار للإشارات، ومليار ليرة بين نفقات متنوعة بغرفة التحكم المروري وتغطية الفريق العمل اللي موجود بغرفة التحكم المروري واستشارة على صيانة الإشارات. كرمال هيك نحن تقريبا كان في عنا تقارب بين الإيرادات والنفقات. هذه الإيرادات اليوم البلدية عم تطالب بمشروع الإيرادات، ولكن ما ننسى تنسى البلدية أنه كان المصلحة أو هيئة إدارة السير عفوا كانت تتأمن كل الصيانة من خلال الفائض من الإيرادات. إذا صار الفائض بده يروح للبلدية مباشر أو كل المشروع للبلدية مباشرة من دون ما يكون فيه هيدا الجزء لتمويل الإشارات السير الضوئية ودون تأمين البديل، نحن أمام هذه الإشكالية. إيه بس أنا عم ينحكى في جهات عم تشتغل على تعقيد الملف لمزيد من الأرباح في مستفيدين عم برب يعني حتى يحققوا أرباح خيالية حتى تنضج آليات الحل. وقت اللي بيكون كل المناقصات تنعمل وفق الأصول بدفتر شروطه وبتطبق عليها العلنية والمساواة، ما حدا بيقدر يعمل أي عملية. طب كل الملفات اللي عم نحكي فيها كانت يعني بتنحل لو في إرادة سياسية جامعة، وما كانوا بيحاولوا يعني اليوم هي يعني إدارة السير أنا إلى أنا إذا بدأت هلا إلى واقع ليك شو في شكل من طول. خليني أقول لك شغلة، دائما اليوم نحن لنروح على خيارات على 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 خطة بديلة من، وفي عنا فترة انتقالية، ما تم تأمين هذه الفترة الانتقالية نحن حنوقع بالفراغ اللي بيعمل إشكالية كتير كبيرة. اليوم نحن كان في عنا مسار صار له 10 سنين عم نروح على مسار تاني كليا، ولكن قبل ما ينضج هيدا المسار للأسف رحنا على هيدا المسار وعنا هيدا الفترة الانتقالية دون تأمين البدائل وصلنا لهون. لما أضربوا يعني موظفين البارك ميتر في ناس يعني خلال الأضراب إجا عليهم زبوطة، كيف بدهم يعترضوا؟ لا ما في، بكل المرحلة اللي قطعت ما في حدا عم ينعملوا محاضر من 17 تشرين، ما عندنا محاضر بدل وقوف إضافي. نعم. توقفت كليا نتيجة إذا بدك هو في تزامن بوقتها لتحركات اللي صارت بالشارع مع الدعوة بمرحلة من المراحل لعدم دفع البارك ميتر وانتهاء عقد المشغل. نعم. اليوم في مواطن قدم لكم صورة مصورة عن تذكرته أو مزورة ما هيك، وامتوا جبرتوا من خلاله كل الناس يجيبوا إخراج أيد يعني عمره أقل من 6 أشهر. يعني إذا مواطن زور بتعلقوا الناس بهالعلقة. بتعرفي اليوم يعني أوقات يمكن مزبوط أنه في ناس بتدفع ضحية ناس تانين عم يزوروا أو عم يلتفوا على القوانين، ولكن اليوم الإدارة كمان ما فيها تتهاون بموضوع العلاقة لا سمح الله أني أقدر أعمل إجراءات على شخص متوفي أو غيره. هلأ الإجراءات يمكن ببعض المكان هي بتكون موجعة بمكان ما، ولكن لنروح لأكثر شفافية وأكثر انضباط. نعم. خلينا نستقبل اتصالات وبعدين بدنا نحكي عن قانون السير، ليش ما تطبق بكامل بنوده، شو عم بيصير اليوم بالأوزاعي باللجان الفحصة، يعني في عناوين كتيرة. خلينا نستقبل اتصالات. من معي؟ ألو. صباح الخير. صباح النور. تفضل. أنا بس حابب أعطي شهادة عن المعاينة الميكانيكية. هلا أنا خبرتي من عاطلي بالمعاينة، يعني ما في مرة رحت عم بحكي عن الحدث ولا مرة أخذت معي أكثر من ساعتين، يعني من أول ما فوت تكون ظهرت. بالإجمال يعني ما عم تاخذ أكثر من ساعتين إلا بآخر السنة بأوقات الزروة بيكون ناس مأخرين جايين، بقى ما نظلمهم كتير للجميع إذا بتعملوا معروف يعني. نعم شكرا. أهلا وسهلا فيك. كمان في اتصال جورج؟ مين معي؟
صباح الخير، نقطع الاتصال. فويس كول اذا سمحتوا، مين معي؟ الو بونجور. بونجور، تفضل. انا سؤال بسيط بس، اذا في نمر عمومي وشو اسعارهم؟ في نمر عمومي وشو اسعارهم؟ من 3 اسابيع تم انعقاد جلسة بمجلس النواب بلجنة الأشغال العامة والطاقة والمياه، نعم، كرمال إعادة العمل بموضوع طرح أرقام عمومية بالتداول. طبعا هيدا بده جلسة بمجلس النواب بالهيئة العامة، وإذا تم التوافق عليه وإطلاقه ونشره بالجريدة الرسمية حيكون في عنا 15,000 لوحة عمومية للسيارات الصغيرة بسعر 40 مليون إذا تم إقرار القانون كما هو دون أي تعديلات. نعم، قانون مع إمكانية التقسيط. 243 اليوم مضى رئيس الجمهورية بال2010، ويعني في كتير من المواد مش مطبقة. من بعد الاتصال عن قانون السير، مين معي؟ ألو بونجور. بونجورين، تفضل باختصار. بس عندي موضوع ما بعرف أنا ضمن اختصاص الأخ، هالموبيلات اللي تمشي بالشوارع والفيسبات وهودن بيبقى ماري وعم يجعر جعر شي غريب بالطرقات الداخلية، مين مسؤول عنه؟ وبتطلع قوى الأمن، قوى الأمن الداخلي. شكرا. قوى الأمن، ألو ألو ألو، عم نسمعك. قوى الأمن الداخلي يعني ما عم تمرق تشوفوا إنه هو بالطرقات الداخلية، قوى الأمن الداخلي بيكون عم بيكشوا الدبان بالمغفر ما بيكلفوا خطرهم يعملوا دورية. خليني هالسؤال بيرسمون. أنا بدي أشكرك، شكرا لإلك. اليوم شو قصة قانون السير؟ ليش مش مطبق؟ يعني بيقولوا إنه لازم يكون الفحص أوتوماتيك، كمان الدولة لازم تخلق محلات للفحص، شو القصة؟ ليش ما عم تعمل الدولة واجباتها؟ وهودي من مسؤوليتكم. هلا إذا بدك، نحن في جزء كبير من قانون السير طبق، ولكن في جزء بعد بحاجة لبعض الإجراءات لتطبيقه، ومنهم هي إذا بدك سلة متكاملة العلاقة بالفحص الأوتوماتيك، العلاقة بإفادات تعليم السوق اللي بيحصل عليها الطالب من مكتب تعليم السوق، بيبين انه هو اخذ مجموعة من الدروس النظرية والعملية، بالاضافة لتأهيل اللجان ومدربي مكاتب السوق. هيدي كلها خطة متكاملة. يعني اليوم بتعرفي نحن هذه الحكومة ما عمرها اشهر، بحاجة اذا بدك لجنة، في لجنة السلامة المرورية لأنه هي تكون عندها خطة جاهزة بهذا الموضوع وتفعيلها. أنا بظن كمان في شيء عم ينشغل، وإن شاء الله بوقت قريب أنه بيكون في مجموعة من الإجراءات لبدء بتطبيق قانون السير. مثلا لجان الفحص مفروض تكون من موظفي وزارة الداخلية وقوى الأمن الداخلي، مش هيك؟ صحيح. مادة بقانون السير. بقانون السير. طيب اليوم لا، منشوف أنه لا عم بيصير من قبلكم هالشي. قرار تعيين لجان الفحص عم تكون من قبل وزارة الداخلية والبلديات. هلأ إذا بدك نحن اليوم، نحن أكيد لازم يكون من موظفي وزارة الداخلية وهيئة إدارة السير، ولكن ما ننسى شغلة أنه هيدا كبد يكون مترابط مع عملية تأهيل لجان السوق. يعني اليوم إذا جبنا نحن عناصر من قوى الأمن الداخلي أو ضباط أو إلى آخره دون تأهيلهم لموضوع إجراء الفحص، حيكون نحن عمام إشكالية أخرى. منشان هيك عملية تسمية ضباط أو عناصر من قوى الأمن الداخلي هي مرتبطة بعملية تأهيل، وهيدا يلي كمان بحاجة للعمل عليه. شو قصة اللجان الفحص بعدها مش مستوفين الشروط المطلوبة بموجب القانون؟ ليش ما منطبق إفادة التعليم؟ قلت لك إفادة التعليم هي مرتبطة من ضمن، هلأ أنا بظن اللجنة يعني أكيد اللجنة السلامة المرورية يلي هي شكلت بموجب قانون السير، من المفترض أن ترفع توصيات لوزارة الداخلية، ومعالي وزير الداخلية هو رئيس هيدا اللجنة، وأنا بعرف أنه عم يتحضر شيء بهذا الإطار. طبعا يعني المرحلة اللي كانت قبل ما كنا عم نعمل اجتماعات أبدا نتيجة التعبئة العامة، اليوم عم نطلع شوي شوي من هذه التعبئة، كل ما طلعنا أكثر من التعبئة ونحن على استمرارية المؤسسات حتكون هذه المواضيع حتاخذ شكل أسرع بالتطبيق. في فرض مصاري على أصحاب المكاتب بطريقة غير مباشرة، شو القصة؟ أي حدا أنا هيدا عم وجه كلام هلأ مسؤول على الهواء. نعم. أي مكاتب بينطلب منا شيء من قبل لجان أو موظفين أو غيره يتوجهوا لعنا، ونحن وقت اللي بيتكاتلوا كلهم سوا وبيرفضوا الابتزاز، نحن حنوقف حدهم ونساعدهم كإدارة ونحميهم وما يقع ضحية ابتزاز من أي حدا. هلأ اليوم في كتير اخبار بتطلع يمكن تكون دقيقة ويمكن ما تكون دقيقة، اليوم وقت اللي بيوصلنا أي شيء علينا لقلنا نحن كإدارة واجبات أن نتحرك. كمان في ابتزاز يعني للسماسرة ومعاقبي المعاملات اللي عم بيعطيهم طبعا، يعني رخص مؤقتة من قبل وزارة الداخلية، شو القصة كمان؟ من قبل الموظفين
اي معقبي العمليات والسماسره. اي حدا بيخضع لابتزاز يتوجه لعنا، واذا ما اخذ حقه انت حضرتك قلتي ارقامك على الهواء، يطلع يقول نحن كمعقبين او مكاتب نوعدنا من رئيس المصلحه انه يوضع حد لهذا الابتزاز، ولكن ما وضع حد لهذا الابتزاز، ويطلع يتشكى علي عندك على الاعلام وعلى الهواء. طيب اليوم بزحله من ايلول 2019 ما عندهم محل يفحصوا اللي بده يقدم على دفاتر السويع. نحن كان في عندنا ارض نحن عم نستعملها يلي هي مجاوره لبعض العقارات، اصحاب هذه العقارات راحوا رفعوا دعوه علينا وربحوا دعوه على هيئه اداره السير لمنع اجراء هذه الفحوصات هناك. هلا طبعا نحن اليوم يعني بالفتره الاخيره تواصلنا مع سعاده المحافظ عبر وزاره الداخليه، وتمنينا على انه هو يكون هو بوابه هيئه اداره السير بمحافظه البقاع ويساعدنا بتامين ارض بديله. هو وعدنا انه حيكون يجرب قد ما في ضمن امكانيات المحافظه والتواصل مع رئيس البلديه يكون في عندنا ارض بديله او يتخذ اي اجراء لعوده الفحوصات بشكل سريع. الاوزاعي خاض على الهيئه، عمين قال ما في مراقبه، لانه كمان يعني ما في سيستم بيخلي يكون في مراقبه، كل المنطقه طبعا معروفه تحت اي سلطه موجوده. خليني اقول شغله، يمكن اوقات بيكون ببعض الاقسام مريحه اكثر من اقسام ثانيه. نعم. نتيجه التزام ونتيجه البيئه اللي حواليها. هلا طبعا اليوم نحن يعني كل ما تشددنا اكثر كل ما بيكون الموظفين بصراع مع البيئه اللي هن موجودين فيها، عم نجرب قد ما فينا انه نساعد الموظفين ليطبقوا القوانين باسرع فتره ممكنه. وطبعا نحن هيدا يعني ببعض المحلات بحاجه مش بس لمخفر او لهيدا، بحاجه لسريه ويمكن اكثر من سريه. هيك عم بينقال عن طرابلس، يعني ما بتتايد ابدا بمعلومات الهيئه. كيف ما عم تتايد منهم؟ هيك عم بينقال يعني انه بيشتغلوا غير ما انتم بتشتغلوا. لا الكل انتوا عندكم مراقبه على كل المراكز الموجوده والبعيده عن الدكوينه؟ اكيد. هلا كل ما رحنا على مناطق ابعد كل ما كانت البيئه اللي حواليها ما بتساعدنا كل ما نحن عم نعاني صعوبات اكثر. يعني ما بدي يكون كمان مثالي بهذا الموضوع، ولكن اليوم حتى اي مساله بتطرد اي مواطن سواء بطرابلس ولا اوزاعي ولا صيدا ولا نهبطيه ولا زحله، اكيد ملجأوا لمصلحه تجهيز السيارات او هيئه اداره السيارات. اتصالين ناخذهم بسرعه. مين معي؟ صباح الخير مدام. صباح النور، تفضل. اول شيء نحن عم ناخذ حق ولا باطل من هذه الدوله، اذا بناخذ حق كنا اخذناه من وزاره الاقتصاد بخصوص الاسعار والتسعير. وثاني شيء المكاتب بهذه تعليم السواقه اصلا هيدي مش ما لازم تكون مفتوحه، لانه اللي بيعلم السواقه بده تعليم، مش هيك بيعلموا السواقه ومش بهاي السيارات بيعلموا السواقه. سياره موديل 76 عم يعلموا فيها السواقه حرام، هيدا خطر على جينا بفترة. نعم صح. وبعض اللي هلا شغالين على الأوزاعي أشبه بسوق خضرة مش بنافع، أشبه بسوق خضرة محل خضرة. وصلت الفكرة. وأنا بعرف هيدي الصرخة هي يعني بتدل أنه نحن لازم يكون في عنا عجلة بموضوع حسم الخيارات والاتجاه نحو الاوتوماتيك وتأهيل اللجان ومكاتب السوق، لأنه اليوم نحن وقت العجم نجي نطلب من المكاتب أنه روحوا جددوا الأسطول، بيقول لك بركي بكرة طلبت مني أني جيب سيارات اوتوماتيك، ما فيني جيب سيارات عادي بالوقت الحالي وبعد سنة أني غيرهم وادفع كلفة باهظة عليهم. أكيد إن شاء الله بوقت قريب يكون هذه الأمور محلولة. كمان نستقبل اتصال. من معي؟ يعطيك العافية ست نوال. يا هلا. ايدك لضيفي. يا هلا. الكورونا عم بيزيد بلبنان وعم نطلع على الحدث نعمل المعينة، عم نقضي نص نهار ونرجع، بقى ارحمونا السنة وعفوه لسنة الجاي. نعم، مين بإيد مين الإعفاء أيمن؟ بإيد مجلس النواب وليس وزارة الداخلية، يلي مجموعة من المطالبات أنا سمعتها أكثر من مرة عبر مواقع التواصل غيره أنه بيناشدوا معالي وزير الداخلية. بدي أشدد على هذا الموضوع أنه لو قرار بيد معالي وزير الداخلية أكيد كانت الأمور انحسمت، ولكن الإجراءات والآليات اللي عم تنعمل عم تاخذ وقت أطول. فويس كول زياد، تفضل. ألو زياد. ألو، مش عم بيسمعنا. لهون بينتهي وقتنا اليوم، موضوع النافعة يعني في كتير عناوين. خلينا نختم نقول للناس. أنا بدي أقول أنه اليوم أغلب الملاحظات كانت هي على موضوع المعاينة، إن شاء الله يكون في بشرة سارة قريبا لكل اللبنانيين تحت جناح معالي وزير الداخلية. النقطة الثانية، أي مراجعات أو أي شكاوي، أنا بعرف أنه في كتير ناس بيتقدموا فيها للإعلام، أنا حضلهم كمان بالإضافة لأنه نحن بنعرف أنه الإعلام هو السلطة الرابعة، كمان يتوجه على مصلحة تجهيز السيارات بالمباشر أو عبر أرقام تليفونات، وأي مواطن له حق بده ياخده، لأنه نحن اليوم بإذن الله عم نجرب نكون العين السهرانة لتأمين حقوق الناس، لأنه هيدا حق من دون أي جميلة من حدا. وفي كتير مراجعات عم توردنا وعم نعالجها،
فوقت اللي بيكون في مسائل ضمن تحت سقف القانون نحن مستعدين ان نقدر نواجهها، ومكاتبنا عم تكون دائما مفتوحه لحتى للبت بكافة المراجعات. أنا بدي أشكرك أيمن عبد الغفور رئيس مصلحة تسجيل السيارات والآليات بهيئة إدارة السير، كنا لايف فيسبوك عبر صفحة صوت لبنان فويس أوف لبنان 100.5. بختام هاللقاء أطيب الأمنيات مني نوال لي شعب ودليل غانم والمخرج جورج العلي، إلى اللقاء.